كيفكم؟ يعطيكم ألف عافية. معكم مستشار العقاري عبد الرحمن شنينو لشركة بروبرتي تي آر للعقارات في إسطنبول. إحنا اليوم في منطقة باشا شهير. هاي المنطقة من أهم المناطق الحديثة اللي حالياً هي تهتم فيها الدولة، لأنها منطقة قريبة جداً من المطار الثالث، ومنطقة حالياً عم يبنوا فيها مترو، ومنطقة هادية كتير، وفيها كمان 80% من إجمالي المساحة إطلالات خضراء. اليوم إحنا مشروعنا في هاي المنطقة هو عبارة عن مشروع تابع للدولة. قبل أن نحكي عن المشروع، خلينا نتوجه إلى مكتة المنطقة حتى تعرفوا كل شيء عن المنطقة ويتبنى لكم وين إحنا. طبعاً مشروعنا صاير هون في هاي المنطقة تحديداً. طبعاً في عندكم المنطقة مثل ما هو موضح أمامكم، في بجانب المشروع من أكبر الحدائق في المنطقة هي حياة بارك، يعني معروفة هاي الحديقة. فيها طبعاً مسطحات مائية، فيها كافيهات، فيها جلسات وكثير، يعني حتى للشواء للعائلة كمان بجانب المشروع لو حبيتوا تغيروا جو. في عندكم كمان المطار بعيد عن المشروع المتواجد هون 30 كيلو بهذا الاتجاه. عندكم كمان مستشفى ليف ستينيا طبعا 5 دقائق بعيدة بهذا الاتجاه، وهون كمان متواجد مترو في هذا المنطقة. وهي المنطقة كمان فيها مساجد، وفيها كمان تمتاز مثل ما قلنا لكم في الإطلالات الخضراء. حتى لو لاحظنا بخلف المشروع يوجد وادي كمان إطلالات خضراء، يعني بميز هذا المشروع كمنطقة مخدم بالكامل. إن شاء الله بعد 2 أو 3 سنين راح تكون منطقة مخدمة بالمواصلات، بالمترو راح يكون جاهز، بخصوص الجامعات والمدارس متوفرة كمان في هاي المنطقة. خلينا كمان نحكي عن مكت المشروع. المشروع عبارة عن مساحة 42,000 متر مربع، بنحكي على 9 بلوكات، توتال الشقق 1090 شقة، بنحكي على 90 محل تجاري موجودين هون تماماً، 90 محل تجاري، وموجود عندنا 3 مداخل للمحلات التجارية. تمام، في عندنا حتى تكون الرؤية بشكل أوضح، عندنا البلوكات، البلوك A والبلوك C، البلوك G A و G، 31 طابق. بنحكي على البلوك C والA بنحكي على 25 طابق، البلوك L والبلوك H بنحكي على 12 طابق، والK والI 6 طوابق، وآخر واحد الG 17 طابق. توتال الشقق عندنا غرفة وصالة وأربعة وصالة. لاحظوا هون في باركينج خارجي، وعندنا كمان باركينج داخلي في هذا المشروع. كمان بدنا نحكي في مدخل وحيد للمشروع هو من هنا المدخل. لاحظوا الإطلالات الخضراء اللي بتمثل 80% من المساحة الكلية لهذا المشروع. في هون بحيرة صغيرة، في متوفر كمان ملاعب للأطفال، ملاعب للكبار متوفر في هذا المشروع. المشروع طبعا طالما هو بضمان الدولة قلنا لكم ما عليه خوف أبدا، سواء تم تسليمه أو ما أعطوكم مدة تسليم. يعني تسليم إن شاء الله في الشهر الرابع في 2021، مو كل المشروع رح تبدأ المرحلة الأولى بالتسليم في هذا الشهر. حتى تكون عندكم فكرة أشمال، خلينا نشوف الشقة النموذجية وتشطيباتها، بنحكي لكم شو اللي بتسلم. طبعا هذا نموذج لثلاثة أصالة، بنحكي على مساحة كلية 164 متر مربع، بنحكي على مساحة صافية 114 متر مربع. طبعا فيه خزن يا جماعة بيتم تسليمها في هذا المشروع. على يميننا مباشرة متواجد الصالون، الصالون بتسلم فيه بالتكييف. طبعا في ورقة حمراء هون مكتوب عليها بالتركي تشهير أورندور، هي يعني للعرض فقط. هذا يعني كل شيء موجود عليه هاي الإشارة الحمراء ما بيتم تسليمها. لاحظوا المساحة في هذا الصالون، المساحة الحلوة. في ميزة كمان في هذا الصالون، إنه هاي اللي شايفينها حضرتكم اللي فاصلة ما بين الطعام وما بين الصالون، تقدر حضرتكم تشيلوها، يعني هي فقط حاطينها للعرض، بإمكانكم تركبوها. حتى الحيط هذا بإمكانكم تشيلوه، يعني معمول هيك مؤقت، يعني بكل سهولة بتقدروا تشيلوا هذا الحيط إذا حبيتوا توسعوا مساحة الصالون. كمان بدنا نلاحظ هون في متوفر إطلالة بانورامية، تمام؟ بتقدر تحطوا كمان إزاز هيك نص للتهوية إذا حبيتوا هذا الشيء، وإذا حبيت يكون مغلق كمان هذا الشيء بيرجع لكم. بشكل عام في مساحة كثير حلوة، حتى الألوان كثير بتقدر تتواصلوا مع المشروع بخصوص لو حبيتوا يتوفر هاي الألوان كمان في الديكور اللي عندكم. طبعا الجدران ما بيتم تسليم، ورق الجدران ما بيتم تسليمه. طبعا هون في كمان ميزة، احنا هيك انتقلنا على البلكون في المطبخ. البلكون هاي متصلة بين المطبخ والصالون. البلكون هاي يا جماعة فينا نحكي عنها شتوية، يعني ميزة كثير حلوة انها شتوية لانها مسكرة من هون بالإزاز، بتقدر كمان تفصلوها هيك، بتقدر كمان تفتحوها والإطلالة مثل ما حضرتكم شايفين. طبعا بخصوص المطبخ، المطبخ اللي بتسلم فيه فرن الغاز، بتسلم فيه كمان فلتر الهواء اللي هي ماركة أرتشلك، هاي ماركة كمان معروفة كتير في تركيا.
الخزن بيتم تسليمه طبعا، الخزن بيتم تسليمه. في عندكم كمان البراد ما بيتم تسليمه، الميكرويف ما بيتم تسليمه، جلاية الصحون بيتم تسليمه، وعندكم كمان الفرن بيتم تسليمه، يعني اربع قطع في هذا الشيء. لو بدنا نحكي كمان عن باقي الغرف للثلاثه وصاله، نجي هون كمان الحمام. الحمام في مساحه كثير حلوه، السيراميك طبعا بيتم تسليمه، السيراميك بهي الالوان اللي حضرتكم شايفينها بيتم تسليمه. عندكم كمان هون غرفه الغسيل، طبعا للثلاثه وصاله بيتم تسليم غرفتين للغسيل، للاثنين وصاله بيتم تسليم فقط خزن واحد. هون طبعا غرفة النوم الأولى، طبعا فيها نفس النظام، غرفة النوم الأولى متوفر فيها العازل هذا الزجاجي، بتقدروا تشيلوه لو حبيتوا لأنه ما بيتم تسليمه حسب الورقة الحمراء الموجودة عليه. حبيتوا كمان تشيلوا الحيط الموجود توسعوها، هذا الشيء بيرجع لكم، ولكن أعتقد حلو كديكور جديد وفكرة جديدة في شقق تركيا يكون موجود. طبعا بنحكي كمان على غرفة النوم الثانية، نفس الفكرة، إذا حبيتوا حضرتكم تخلوا هذا الإزاز بيضل موجود، حبيت تشيلوه وتشيلوا الحيط كمان حتى توسعوا. ولاحظوا انه الغرف كمان فيها نوع من الوسع، لانه املاك كنت بتهتم في الوسع في كل مشاريعها اللي بتعملها. بنيجي اخر شيء على غرفه النوم الرئيسيه، الماستر روم. طبعا عندكم هون الحمام اللي بيكون فيه الماستر روم، يعني السيراميك بيتم تسليمه، الالوان هاديه وحلوه. لاحظوا في غرفه النوم الديكورات حلوه كثير، هون في تلفزيون، طبعا التلفزيون لاحظوا موجود هيك في ازاز، كلها ازاز ومحطوط بالداخل يعني مو بارز للخارج. هاي طبعا تقدر كمان تتواصلوا مع المشروع تعرفوا شو ماركه هذا الاثاث حتى لو حبيتوا هاي الفكره. بشكل عام طبعا في هون العازل الزجاجي موجود عندكم، اذا حبيتوا طبعا الفكره فيكم تعملوا، طبعا ما بيتم تسليمه، وبتقدر تشيلوا الحيط لو حبيتوا توسعوا، ولكن اعتقد كمان انه كنوع ممتاز كديكور جديد. هيك بتكون المعلومات كامله عن الشقة تم الانتهاء منها. طبعا في معلومة حبيت احكي لكم اياها، طالما المشروع بضمان الدولة، في كمان الدولة لازم تساهم او تعطي خطة دفع كثير حلوة وميسرة. الدولة تعطي خطة دفع، تدفع دفعة اولى 40% او 50% والباقي تقسيط لمدة 60 شهر. طبعا الدفعة الشهرية ل 60 شهر بتضلها ثابتة، سواء تغيرت العملة او لا، شو ثبتته راح تبقى ل 60 شهر. في كمان بالونات لأربع سنوات أو لخمس سنوات، نسبة معينة بتدفعوها، نظام بالونات حتى تيسر عندكم الدفعة. هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. المشروع جدا رائع، مساحات رائعة، مخدم بكل شيء، وبكفي موجود كلمة أملاك كنوت يعني ضمان الدولة. إذا كان هناك أي استفسار بتمنى تتواصلوا على الرقم الموجود في الأسفل، وإن شاء الله انتظرونا في فيديو جديد.